بشير على الكاميرا شديت معاه. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسعد الله مساكم بكل خير، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. فلوق جديد مع سيارة جميلة ومميزة، تعرف التفاصيل؟ تابع الفلوق. هلا والله. طيب، في شخص بعد ما شاف السنابات قال يا ابو نهال انا السيارة دخلت مزاجي بس ابغى من فئة الجيوب. طبعا عندهم جيب برضو شركة ام جي. هلا والله، منورنا اخوي حسام. الله يسعدك. يلا بسم الله. بسم الله. ايش رايك اول شيء طريقة التشغيل للسيارة؟ انت سمعت صوت المحرك والتشغيل؟ ما شاء الله تشغيلتها ناعمة وحلوة بصراحة. طيب يلا بسم الله. المهم اخونا حسام بيجرب القيادة الان. تجربة خير برهان. اي نعم، فبسم الله توكلنا على الله. طبعا لازم نربط الحزام، وربطنا الحزام وعندنا مطب قد الجبل يا رجل. ايوه ما شاء الله. طيب ايش رايك بالديكور؟ بالله لا ما شاء الله، الديكور والخامات والجلد والفورمات المستخدمينها بصراحه من ارقى الانواع. ابداع. اي والله امانه ابداع بصراحه. طريقه الشاشه، طريقه التكييف، العداد لون الطبلون تقريبا ما شاء الله تبارك. كيف البرامل؟ اي لا قويه. شفت كيف ريشه؟ تحس كانك غشيم في السياره. والله تقبض صح ما شاء الله عليها. السياره معطينك استجابه سريعه لدواسة البنزين والفرامل، اثنين في واحد. طيب الان اخونا حسام بيجرب كيف قوة السيارة. ها كيف يجي؟ ها انت ايش كنت متوقع منها وايش طلعت؟ يعني انا قلت لك بس انطباع انه قبل لا اجربها انه كان مثلا حتكون صوت الماكينه عالي. كان ممكن يكون في التبديلات الجير في مشكله. وقت التشغيل خصوصا البصمه يكون فيها مشكله، لكن ما شاء الله تبارك الله تشغيله كانت ناعمه. استجابه الفرامل والبنزين كانت بصراحه رائعه. الماكينه صوتها هادي وناعم، التشغيل كانت ناعمه فعلا. تسارع الجير، تسارع السياره من الصفر للاكثر من المية ما شاء الله كانت في وقت زمني اتوقع كان كويس بالنسبه لحجم السياره وحجم الماكينه يعني. تمام، يعني حتاخذ الجيب ان شاء الله. النيه موجوده ان شاء الله. يلا نبارك لك مقدما. يا اخي في موقف حصل لي قبل شويه. معقوله سياره محركها 1.5 4 سلندر تيربو دبل كلتش، يعني كل الاشياء مسوي لكم رعب؟ اكثر من واحد اكلم اقول له ها كيف نبي تجرب، والله كل واحد يقعد ايش يدور حجه. شيء غريب لهالدرجه السياره مسويت لكم رعب. والله صراحه انا ارفع القبعه لهذه السياره. قبل شوي على الكاميرا شديت معاه في البدايه شد، والله يوم سمع صوت التيربو انسحب. انا صراحه عايش شعور نفس حقون السيارات الرياضية اللي سياراتهم ما هي مخصصة للشوارع اللي هنا. يعني كيف الآن سرعة الخط 80 ولا بتاخذ لك ساهر؟ الآن السيارة هذه مجرد ما تحط رجلك تلاقي نفسك فوق 100، تقول لك شد شد شد. شوفوا لما نجي افتحها كذا خط. هلا والله اصدقاء ابو نهال، ان شاء الله بنجرب الان. طبعا عندنا الالنترا فول كامل محرك 2 لتر، وانا معايا فول كامل ام جي محرك 1.5 تيربو. نجرب. انا السيارة عندي 169 حصان، انت عندك كم؟ ما يدري. المهم كذا متوازنين، قدم شوية. هلا والله. والله زمن، ايام زمان حقون الياباني كان يطقطق على الكوريين، والان صار حقون الكوريين يطقطق على الصينيين. قلت يا ابوي لا تحكم اذا ما جربت، فقلت تعال جرب بنفسك. دحين بالله انت
ما شاء الله عليك تقريبا لك نص ساعة جالس مروق على السيارة ومخمخ ما ود انزل واشوف الابتسامة تشق الوجه. وين اللي قبل شوية تستحقر السيارة وتقول صينية؟ والله شوف انا اعطيك تجربة الجيلي وفار، اما هذه اول مرة اسوقها. طيب والله ما شاء الله تتراجع عن كل كلمة قلتها؟ ترفع لهم القبعة؟ يا واد انا من يوم ما صرت انزل السيارة هذه في السناب جون اكثر من 5 قالوا نبي نشتريها يا ابو نيال تنصحنا ولا لا؟ قلت له يا ابوي روح خذ تست درايف وبعدين توكل. المهم بس دحين بنصور لكم كذا بشكل عام عشان ان شاء الله بكره بنرجعها. ايش اكثر شيء عجبك في السيارة طيب يا الرساوة محمد؟ ها؟ الرساوة الرساوة فرق عن الكوري الثاني. طيب ولا اللهم صل على النبي انت شايف الدركسون التصميم الداخلي التصميم بطل والعزم ما شاء الله تيربو. ايوه لانه حتى جيلي جابت بس 6 سلندر ما جابت اللي تو الجي تي. ايوه هذه على طول والله ما شاء الله. شوف عندك بطاطا المكيف جملي دلع والله احمر على اسود شغل ثقيل. ها والله دلع. طيب خلينا ناخذ لكم كذا نظره سريعه على الواجهه الاماميه. هنا زي ما شايفين الليد النهاري طبعا هنا الاضاءات الاي دي عالي والواطي وايضا هنا في اضاءه الاي دي مساعده. هنا زي ما شايفين الاشارات الاي دي اطار الكشاف طبعا ما في كشاف لكن الاطار هذا عليه تطعيمات كربون فيبر حلو. وعندك هنا الشفة اللي تحت مو نيكل باللون طبعا زي ما شايفين هنا الشبك التصميم المميز لشركة ام جي ما شاء الله شبك كبير جدا. وهذا شكل الجنط طبعا المقاس 18 من شركة بريجستون. وهنا الاشارات ليد على المرايات وهنا لمسة كروم ايضا لمسات كروم تحت في الابواب وكمان مقابض الابواب فيها لمسات كروم زي ما انتم شايفين طبعا فيها دخول الذكي وهنا فتحة السقف وهذه شكلها من الخلف. طبعا هنا في الخلف الديفيوزر زي ما انتم شايفين هذه عبارة عن شكل للشكمانات ولا الشكمان هنا زي ما انتم شايفين جاي بشكل مخفي زي ما انتم شايفين فتحتين للعادم وكذا الشكل الجانبي للسيارة. بالنسبة للإشارات زي ما تشايفين تتابعي طبعا هنا القلب النابض محرك 4 سلندر 1.5 تيربو قوة حصانية 169 حصان. اسمع صوت التكفيلة لغطاء المحرك ما شاء الله تبارك الله الغطاء ثقيل. طيب اكيد يهمكم سعة الشنطة تنفتح الشنطة عن طريق الزر اللي هنا وهذه المساحة زي ما تشايفين ما شاء الله مساحة كبيرة جدا. طبعا السيارة جاء على شكل سيدان وعلى شكل هاتشباك واهم شيء ركزوا في تكفيلة الشنطة شوفوا كيف ثقيل ما شاء الله. طيب الآن نوريكم من الداخل ما شاء الله تبارك الله هذه السيارة اتميزت بتصميمها الداخلي زي ما انتم شايفين. طبعا الشاشة تعمل باللمس وفيها ابل كار بلاي زي ما انتم شايفين. هنا فتحة التكييف في المنتصف جاية على شكل مستطيلات وهنا جاية على شكل دوائر طبعا كذا تقفل كذا تفتح. صراحة تصميم الطبلون والديكور الداخلي جميل جدا. وهنا المقاعد زي ما انتم شايفين هنا مقعدة الراكب هنا مقعدة الراكب يدوي وهنا مقعدة السائق تحكم كهربائي. طبعا الدرج فيها ثلاجة وهنا البريك الالكتروني اوتو هولد هنا حاملات الاكواب وهنا
فصل مانع الانزلاق. هنا الجير طبعا قلنا 7 سرعات، وفي وضعية السبورت وكذا المانوال. طبعا تشغيل بصمة، وهنا الأزرير التحكم بالشاشة الوسطية، وهنا التحكم بأنظمة الترفيه. هنا القفل المركزي، وهنا القزازات الأربع كلها أوتو مع تأمين للزجاجات الخلفية. طبعا هنا التحكم بالمرايات وصفت المرايات، والتحكم بشدة الإنارة. طبعا التحكم بالطبلون من هنا، كل شيء سواء قوة الإضاءة وكل شيء، وعن طريق الشاشة هذه تيجي تتحكم بباقي الأنظمة. الإعدادات الخاصة بالمركبة، هنا تكييف الهواء، إقفال ضوء، القيادة والصيانة، إعدادات المصنع آخر. طبعا هنا جاي لمسات من كربون فيبر حتى على الأبواب الأربع كلها. وهنا الشكل الخلفي، السياق الخلفية زي ما تشايفين، وفي مسند وسطي مع كوب هولدرز. طبعا الأرضية ما شاء الله جاية بشكل فخم، ما هو عادي كذا، جاية بجودة عالية. هذا شكل الباب بشكل عام. طبعا هنا السقف، هنا الإضاءات باللون الأصفر، وهنا فتحة السقف. طبعا فتحة سقف عادية. هنا الشماسات، وفي هنا إضاءة باللون الأصفر، وهنا نفس الكلام. وهذه شكلها ورا. هنا الدرج الوسطي، وكذا خلاص. طيب كذا ينتهي الفلوق. أتمنى الفلوق نال على إعجابكم، وكانت تجربة جميلة مع هذه الجميلة MG6. صراحة فاقت التوقعات. جربوها وبالتوفيق لكم إن شاء الله. أقول لكم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وكن مبتسما دائما. وشكرا لشركة تأجير توفيرهم هذه السيارة الجميلة، وقدرنا نجرب لكم. أتمنى التجربة نالت على إعجابكم، وفي أمان الله.